السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعداء بلقياكم في قناتكم إكسبرس تي في وفي البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الأسبوعي ليزيكو إكسبرس موضوع هذا الأسبوع الوقت تنتكلموا على النمو الاقتصادي لأي بلد مباشرةً المدارس الاقتصادية والخبراء والفقهاء في الاقتصاد تيمشيو لبعض المعدلات تيمشيو البطالة تيمشيو الناتج الداخلي الخام وتيمشيو للمردودية وتيمشيو الإنتاجية ومناصب الشغل اللي يمكن المقاولات والشركات الخاصة والقطاع العمومي يمكن يخلق الشباب شكون هما هاد الشباب الشباب اللي هو دائما باش نكونوه خص مدارس التعليم اذا السؤال مطروح واش هاد الشباب اللي تيولج المدارس التعليم ابتدائي اعدادي تاهيلي جامعي مدارس عليا واش عندنا منظومه تعليميه في المستوى اللي تتسير التحولات الاقتصاديه الاجتماعيه الرقميه ولما لا الذكاء الاصطناعي اللي يمكن تعطينا شباب اللي يمكن يولجوا لسوق الشغل مباشره بعد التخرج ديالهم سواء من معاهد التكوين المهني او لا من المعاهد العليا والجامعات. واش سوق الشغل مستعد يجلب وياخذ ويقبل هذا العدد الهائل تاع الشباب حاصلي الشهادات العليا. هذا سؤال اللي غنناقشوه جميع مدارس التعليم في المغرب بكل مستوياتها وبكل اسلاكها استقبلات ما يناهز 8 مليون و112 الف تلميذ وتلميذ 8 مليون و112 الف تلميذ وتلميذ رقم ليس بالهين كاين اللي تيمشي القطاع العمومي وكاين اللي تيمشي لقطاع التعليم الخاص في السنة سنة 2023 بلغ عدد الحاصلين على شهادة البكالوريا في سنة 2023 عدد 544 و 385 ألف مترشحة ومترشح هادو لي غادي يولجوا الجامعات هادو غادي غيولجوا المعاهد العليا الخاصة والعمومية كاين اللي غيمشي على كل القطاعات وكل التخصصات إذن مزيان هذه الارقام اللي يمكن نصفق لها اننا غاديين وتنحاربوا معدل الاميه في البلاد وقد ما حاربنا معدل الاميه وشجعنا التعليم وشجعنا التكوين الا تنكونوا تنبنيو مستقبل حيت حيت مستقبل البلاد مبني على الشباب مبني على طفل اليوم اللي هو الشاب الغد واللي هو مستقبل الغد اذا إذا تنتكلموا على تكوين الشباب وتنتكلموا على تاطير الشباب وتهيئ الشباب باش يولج العالم الشغل وتولي هو منتج ويساهم في الناتج الداخلي الخام للبلاد ويساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي ولماذا لا في الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي للبلاد السؤال المطروح اللي في البدايه واش المنظومة تاع التعليم في المغرب تتساير التحولات الاقتصادية والرقمية والاجتماعية والعلمية اللي تعرفها العالم واش الجامعات المغربية اليوم والمعاهد العليا واش تعطينا خريجين حامل الشهادات اللي, اللي مباشرة لسوق الشغل بلا ما صفوف وجيوش البطاله واش كاين علاقه ما بين المنظومه تاع التعليم وما بين معدل البطاله وما بين تهميش الشباب هذا سؤال اللي يمكن يطرح في القناه تاعتنا ويمكن يطرح في البرنامج الاسبوعي ديالنا وتنتسناو تساؤلات وتنتسناو رد الفعل وتنتسناو فتح نقاش موضوعي وجاد بعيدا كل البعد عن عن العدميه وعن لغه الخشب شنا بعض الارقام اللي تتهم التعليم دابا الارقام الرسميه اللي تتهم معدل البطاله ويمكن نقارنوا وجميع الخبراء الاقتصاديين والماليين قد يديروا واحد الربط ما بين هذا الرقم وما بين معدل البطاله حسب معطيات رسميه سجل معدل البطاله في المغرب في المرحله الثلاثيه الثانيه السنه الجاريه معدل 13.1% بعد ما كان في المرحلة الثلاثية الأولى من السنة الجارية 13.7% يعني هناك واحد تراجع طفيف ولكن كاين تراجع هذه نسبة البطالة اللي هي 13.1% واش ميمكنش ان احنا كفاعلين سياسيين اقتصاديين مجتمع مدني خبراء نوقفوا ونقولوا ان هذا نقوص الخطر اشنو هي ان الشباب المغربي واش اليوم الشركات الخاصه القطاع الخاص العمومي والمقاولات الذاتيه مستعده تستقطب وتقبل هذا الشباب حاملي الشواهد واللي عندهم تكوين هذا معدل البطاله دائما حسب المعطيات الرسميه عندنا فيه في الوسط الحضاري 16.7% وعندنا في الوسط القراوي 6.7 في ربما لاننا ما عندناش احصائيات وارقام رسميه واليوم ولا ولا الشباب تاع العالم القروي تبقى تيبقى في المنطقه تاعو لانه هناك برامج اللي في العالم القروي وعلى سبيل المثال الدعم تاع القطاع الفلاحي وبما يسمى ببرنامج التعاونيات اللي حاول يخلي الشباب العالم القروي يبقى في القريه ويدير ويدير مشاريع ويدير تعاونيات وتولي مساهم مباشر في التنميه الاقتصاديه حسب المندوبيه الساميه للتخطيط عرف معدل البطاله ارتفاع هذه السنه بنسبه 36.1% في صفوف الشباب اللي عندهم سن ما بين 15 و 24 سنه 15 و 24 سنه مع العلم ان القانون وحمايه الطفوله تيمنع تشغيل الاطفال اللي في هذا السن اللي في هذا السن 15 16 17 خصو يكون عنده مقعد في في المدرسه الغريب في الامر وان معدل البطاله دائما حسب تقرير المندوبيه الساميه للتخطيط ارتفع 19.4% عند من؟ عند فئة حاملي الشهادات وهنا تنوقفوا تنقولوا واش قد الشباب تزاد علما وحصل على شواهد الا وتيكون عنده تخوف وتيكون عنده مخاطر كثيره باش يلقى منصب شغل هذا هو السؤال وغادي في النهايه واش فكرنا وريحنا كمواطنين كفاعلين سياسيين اقتصاديين مجتمع مدني رجال نساء ورجال الاعلام وفكروا بصوت مرتفع أعلى الشباب متى ياخذ الشواهد العليا تولي معرض بواحد النسبه كبيره للبطاله واش التكوين اللي في الجامعات ولا في الثانوي ولا في الاعدادي والتأهيل وفي المدارس العليا غير صالح وما عنده حتى علاقه بمتطلبات سوق الشغل واش المقاولة المغربية اليوم خصها تريح مع الفاعلين السياسيين وتقول متطلبات سوق الشغل ها هي ها اللي بغينا ها اللي بغينا الافق ها هي المواد وها هي التخصصات اللي بغينا وخص عندنا توجيه في التعليم توجيه في التعليم اللي تيصب على كل واحد الى يحصل على شهاده الباكوريا ولج المعاهد التكوين المهني او للجامعات ولا المعاهد تعرف المستقبل ديالو وتعرف المكانه والمنصب تاعو والمنصب في سوق الشغل هذه تساؤلات كثيره اللي يمكن نطرحوها علاش خوفا على الشباب المغربي باش ماشي كل سنه يعزز صفوف البطاله حنا بين الشباب المغربي كيف يتخرج يلتحق مباشره بسوق الشغل وتولي منتج وتساهم في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والاستقرار الامني والاقتصادي والعداله الاجتماعيه للبلاد شكرا لكم والى اللقاء في حلقه مقبله باذن الله فيديو. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات